خدمات الحياة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة فما وعد جديد من برنامج خدمات الحياة. معكم سهام حمدي في الميكرو، أمنا بوخيت في الأخراج التقني للحصة، وتحضر معايا في الأستوديو مدام زهرة البوزيدي رئيسة المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سي ان اس اس في ولاية القيروان. مدام زهرة أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك، عايشك. يا عايشك مدام زهرة. باش نحكيو اليوم على نظام الضمان الاجتماعي بالنسبة للطلبة، وباش نعرفوا شنو هو الخصوصية نتاعو، باش نتعرفوا عليه بأكثر تفاصيل. فما برشا طلبة يهمهم أنهم يعرفوا هالنظام هذايا اللي يخصهم، لو كان تعرفوا هنا في البداية. بالنسبة لنظام التغطية الاجتماعية للطلبة، هات نحكيو على الإطار القانوني نتاعو، هو قديم شوية. هو القانون عدد 17 لسنة 1965، مؤرخ 28 جوان 1965. القانون هذايا تم من خلاله سحب نظام التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي اللي حكينا عليه قبل على فئة الطلبة هذوم. دونك هو قديم شوي، احنا اليوم باش نحكيو عليه في الماس الكبيرة متاع الطلبة. فما برشا ما يعرفوش شنو اللي ليهم، شنو اللي عليهم، شنو المنافع، شنو هي الاشتراكات. دونك باش نحكيو اون جينيرال كيما بقية الفئات اللي حكينا عليها في حلقة فاتت. اكيد فما خصوصية مدام زهرة للنظام التغطية هذي، هكا ولا بالطبيعة؟ بالنسبة لفئة الطلبة هذوما يختلفوا شوية على الفئات اللي حكينا عليها قبل، العمالة غير الأجراء، الواترون دو 2002، جميع الفئات هذه. دونك الطلبة بالطبيعة فما لهنا فئة الطلبة فما شروط متاع انتفاع نحكيوا عليها، شكون هم الطلبة اللي انتفعوا بالتغطية الاجتماعية القانون هذايا. دونك الطلبة من شروط الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية في الفئة هذه هو أن يكون أولاً الطالب عنده الجنسية التونسية، أن يكون تونسي. اثنين، عندنا حد أقصى من العمر ما يزموش يتجاوز 28 سنة. طبعاً بعد أنا طبعاً باش نعطي المبادئ ومن بعد طبعاً نعطي الاستثناءات. دونك يكون جنسية تونسية، ما يتجاوز 28 سنة، يكون مرسم بأحدى الجامعات، جامعات التعليم العالي عمومي أو خاص، يكون لهنا مرسم خلال ديما السنة الجامعية الجارية اللي احنا موجودين فيها. دونك الاستثناءات لهنا رو كي نحكي طالب جنسية تونسية مش معناها الأجنبي ما يتمتعش أو تنجيو الطالب الأجنبي. دونك نكملوا هنا نحكي شروط الانتفاع اون جينيرال. دونك نكملوا مع احنا عطينا المبادئ. الاستثناءات راهو ينجم فما يتجاوز سن 28 سنة طالب هذايا. دونك إذا كان تجاوز بشروط، شنية شروط هذه؟ ينجم يتجاوز لأسباب معينة، ينجم مثلاً يكون مثلا أداء الخدمة العسكرية، ينجم يكون التحق بالخدمة العسكرية. دونك عنده تاريخ بداية الالتحاق، تاريخ التسريح من الخدمة هذه، البريود هذيك راهي تنضاف له فوق 28 سنة اللي حكينا عليه، ينجم يتجاوزه. فما زاد حالة إذا كان الطالب أصيب بمرض خطير، دونك مرض طويل المدى، ينجم لهنا كيف كيف عنده الحق باش يتجاوز سن 28 سنة. حالة الولادة كذلك. دونك لهنا فما عديد الأسباب اللي الاستثناءات اللي نتجاوزوا على أساسها 28 سنة. دونك نرجع للطالب الأجنبي، راهو كل طالب أجنبي من حقه باش يتمتع بنظام التغطية هذايا الضمان الاجتماعي للطلبة في صورة وجود اتفاقية ثنائية بين البلد متاع الطالب الأجنبي هذايا والدولة التونسية. كما التونسيين في الخارج اللي حكينا عليه في حلقة سابقة مدام زهرة، اللي هما ينجموا يعني هون يتمتعوا بلو ينخرطوا معناها في الصندوق مع الدول اللي ما عندناش معاهم اتفاقيات. دونك الطالب الأجنبي زيادة لهنا باش يتمتع لازم يكون كيما الطالب التونسي، لازم يكون فما اتفاقيه ثنائيه تربطنا بين دولتهم بدوله الطالب الاجنبي هذا. واضح. اون بليس ينجم يكون راهو ما فماش اتفاقيه ثنائيه تربطنا بالدوله نتاع الطالب الاجنبي هذا ويتمتع زادة بالتغطيه الاجتماعيه لنظام الطلبه اللي عندنا، بشرط انه يكون راهو السيد هذا الطالب متمتع بمنحه جامعيه من وزاره التعليم العالي التونسي. دونك هذا زاد استثناء بالنسبة للطلبة اللي مثلا ماش معناش اتفاقيات مع الدول تربطنا بهم مع الدولة التونسية مع دولة الطالب الأجنبي هذا. معناه اللي هو من دولة معناش معاهم اتفاقية
كي يبدا ياخذ في منحه من وزاره التعليم العالي، منحه جامعيه يتمتع بالخدمات هذه. يتمتع بالخدمات ولا. كما أي طالب. فما مصر. عمر معين للطلبة الأجانب زادة وإلى 28 نفس الشروط هذه 28 سنة أقصى هو 28 سنة. واضح. باهي خلينا نحكيو على الانخراطات كيفاش. فما سامحني شرط أي. حتى كان قصيت عليك شرط آخر راهو ما يلزمش يكون الطالب هذا باش يتمتع، هو خاطر إجباري لازم يتمتع، لازم يكون مسجل لهنا مش منخرط التسجيل بالنظام هذا بشرط أنه ما يكونش مضمون اجتماعي الطالب هذا. واضح؟ كي نحكي مضمون اجتماعي معناها عنده تغطية اجتماعية أخرى، أير راو ينجم يكون راو أجير، كما ينجم يكون فما فترات عمل يخدم فيهم في الوظيفة العمومية. وكي يبدأ مدام زهرة خدم مقبل ولكن توا انقطع مثل انقطع تعليقته بالمؤجر، المهم في الوقت اللي باش يسجل في النظام هذا ما يلزمش يكون هو بيدو مضمون اجتماعي. واضح. أو زاد ينجم يكون راو مضمون معناها يتسمى من أولي الحق لمضمون اجتماعي آخر، ينجم يكون مسجل مع أبوه ولا مسجل مع أمه. واضح. به التسجيل مدام زهرة في التغطية الاجتماعية بالنسبة للطلبة كيفاش، شنية شروطها والوثائق المطلوبة؟ دونك نحكي على الاشتراكات. الاشتراكات هي شنية؟ هي اشتراكات جزافية سنوية، كل عام كل سنة دراسية جامعية جديدة هنا يتم إصدار حوالة بريدية الناس كل تعرفها بقيمة 5 دنانير مسعرة، هي جزافية وكل عام بمبلغ محدد بخمسة آلاف فرنك عن كل سنة جامعية، هذه لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هنا على الحساب الجاري البريدي ناس كل تعرفه معروف 73-32 هذه 73-32 بقيمة 5000، هذيك هي الاشتراكات متاع الطالبة. واضح؟ معناها بسيطة يعني مبلغ بسيطة 5000 فرنك. إلى جانب بالنسبة للوثائق المطلوبة عندنا كالعادة مطلب تسجيل، هذا يتسمى مطلب تسجيل الطالب، لازم يكون مرفوق بوثائق. شنية الوثائق هذه؟ إما نسخة تبقى الأصل إلى نعطيك ساعة الوثائق اللي في جميع الحالات، المطلب مع نسخة بطاقة تعريف هذوكم لازمين، أو بطاقة إقامة بالنسبة للطالب الأجنبي مع مضمون ولادة. تختلف الأخرى الوثائق الأخرى إذا كان الطالب هذايا ما يتجاوزش سن 28 سنة، راهي الوثائق شنية؟ نسخة تبقى الأصل من شهادة الترسيم أو من بطاقة الطالب بالنسبة قلنا للطلبة اللي هما ما يتجاوزوش سن 28 سنة. بيه. بالنسبة للطالب اللي يتجاوز سن 28 سنة نراه لهنا مطالب ب أول حاجة إصدار الحوالة البريدية هذه اللي بخمسة آلاف اللي حكينا عليها، لازم مع الوثائق اللي حكينا عليها العادية يجيب شهادة في إصدار الحوالة البريدية هذه بخمسة آلاف. واضح؟ دونك هذه تنضاف له. كذلك بالنسبة للطالب الأجنبي هذوما دونك الوثائق اللي زايدين لازمهم يستظهروا بالشهادة هذه في إصدار حوالة بورتون اللي هما أقل من ثمانية حتى حد 28 سنة، هما وقت التسجيل يدفعوا وقت اللي باش يسجلوا في الفاكولتي نتاعهم يدفعوا ديجا 5000. كل جامعة كسوسوا عمومية أو خاصة عفوا الجامعة العمومية هي تلم الاشتراكات نتاع الطلبة الكل وبالتنسيق تصبهم في 73-32 وبالتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني، هي اللي نبقوا احنا الفيزافي نتاعنا هي الفاكولتي ماهوش الطالب، على عكس اللي هما دونك الاجانب اللي تجاوزوا سن 28 سنه بلس اللي هما مرسمين بجامعات خاصه، جامعات التعليم العالي الخاصه هذوما الكل هما مطالبين مع الوثائق الدوريه العاديه اللي حكينا عليها، لازم يستظهروا معها بشهاده في اصدار حواله بريديه 5 دينار اللي حكينا عليها. باهي مدام زهره نحبك توضح لي النقطه هوني يمكن مش واضحه لبرشا ناس تسمع فين. الحوالة ذي متاع 5000 اللي من الأول تاخذها الجامعة في الترسيم، من بعد كيفاش يواصل معناها يصب الحوالات هذه؟ معناها تقعد الجامعة هي ديما كل سنة جامعية، كل سنة جامعية جديدة في التسجيل وقت اللي يجوا يسجلوا الطلبة ديما
مطالبين بدفع 5000 هذه مع والجامعة هي اللي تتكفل بعد احنا نسقوا هي ديجا هي اللي تتكفل وهي اللي احنا بالنسبه طالب اقل من 28 سنه في مؤسسه عموميه دونك بالنسبه لنا راهي 5 دينار هذيك على موجوده عند المؤسسه وتتصب في 73-32 من طرف المؤسسه مش من طرف الطالب واضح باه. بالنسبه للمنافع مدام زهره خلينا تنقل النظام هذا فيه برشا خصوصيات خلينا نشوفوا المنافع اسكو هما بيدهم نتاع التغطيه الانظمه الاخرى نتاع التغطيه الاجتماعيه والا لا؟ هي بالنسبه للمنافع فماش ماهيش بالضبط كيما بقيه الفئات اللي حكينا عليهم. اول منفع عندهم بالنسبه للمنافع المزداد هو طبيعي باش يكون عندهم العلاج واضح دونك الخدمات الصحيه تتوفر لهم. بالنسبه يبقاو ديما خاضعين هذوما في الخدمات الصحيه للمؤسسات او الهياكل التابعه وزاره الصحه العموميه مع مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حاجه اخرى بي سامحني مدام زهره ينجم هوني الطالب بالخدمات هذه ياخذ مثال بطاقه العلاج اللي هي ملك نعم بار اكزومبل بالطبيعه باش نحكيو عليهم لهنا. راهي العلاج هو سؤالك في بلاستو في اللي ديما باش نرجع نحكي راهو الطالب اللي هو اعزب ماهوش متزوج باش نرجعوا للطلبه المتزوجين بالنسبه للمنافع الصحيه يكون طالب اعزب تونسي الجنسيه ما تجاوز 28 سنه ومرسم بالجامعات العموميه هذا يكفي بطاقه الطالب اللي يعطيوها له في الفاكولتي باش يمشي بها لاي مؤسسه من المؤسسات الصحيه العموميه او مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. شكون هم اللي يلزم يسجلوا؟ هذا ما يستحقش باش يجي يسجل في سي ان اس اس باش ياخذ نيميرو يمشي بالكارت ديتيديون تاعو واضح؟ بالنسبه للطلبه اللي هما تجاوزوا 28 سنه الطلبه الاجانب اللي هما الطلبه اللي هما مسجلين او مرسمين بالمؤسسات الجامعيه التعليم العالي الخاص هذوما الكل والطلبه المتزوجين هذوما الكل اوبليغاتوار عليهم باش يسجلوا في سي ان اس اس ينجم ياخذ ان كارني دو سوان ياخذ ان كارني دو سوان دفتر العلاج كيما الاخرين واضح به ونجموا بشرط بالله سامحني بالنسبه للطلبه اللي حكينا عليهم اللي بالكارد ديتيديون راهو لهنا اللي هما بالكارد ديتيديون لهنا راهو استثناء خاطر فما راهي تدخلات او خدمات صحيه راهي تستوجب الموافقة المسبقة متاع الصندوق الوطني للتأمين على المرض استثناء هذوكم راهو ينجم بالكارد ديتيديون إذا كان هي لازمها معناها تشترط الموافقة المسبقة راهو لهنا يولي لازم يسجل بمصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. نرجع لهنا بالنسبة للطالب المتزوج راهو كيف كيف القارين والأبناء اللي هما في الكفالة راهو يتمتعوا معاه بالخدمات هذه الخدمات الصحية. المنفعة الأخرى المنافع الأخرى هي المنح العائلية زاد الطالب المتزوج الذي له أبناء وزوجة في الكفالة راهو يتمتع بالمنح العائلية وبمنحة الزيادة في الأجر الوحيد كيف وكما أي سالاري عنده تغطية اجتماعية من طرف عائلة اللي يستخدم بطاقة الطالب باش يمشي للمؤسسات العمومية وإلا المساحات التابعة للصندوق ينجم يتمتع باسترجاع المصاريف كيف لا احنا قلنا فقط بالنسبة لنظام الطالبة هذا راهو التدخل الصحي او العلاج يكون فقط في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية معناها مؤسسات استشفائية عمومية مع مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقط ما يدخلش في المنظومات العلاجية. بالنسبة للجرايات مدام زهرة الفترة هذه الكل طول ما هو طالب وفما التغطية هذية اسكو تتحسب في الجرايات فك 40 ثلاثية وإلى لا؟ سؤال يتبادر الذهن العديد ماذا بينا توضح لنا النقطة هذه. بالنسبة للطلبة المنافع اللي عندهم فقط اللي حكينا فيه العلاج والمنح العائلية أو منحة زيادة على الأجر الوحيد في صورة ما إذا كان الطالب متزوجا فقط هذم هما المنافع اللي موجودين. واضح. ما نحكيوش على المنافع الأخرى الجرايات ما تخصش الطلبة. واضح، شكرا لك مدام زهرة البوزيدي رئيسة المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سي ان اس اس في ولاية القيروان، يعطيك الصحة. اليوم حكينا على نظام التغطية الاجتماعية بالنسبة للطلبة. هكا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من خدمة الحياة، نتقابلوا في الحلقة القادمة في الأمان. خدمات الحياة.